السلام عليكم متابعي قناتنا بوندي المعلوماتية، كيف حالكم إخواني وأخواتي الأعزاء؟ سعيد بعودتي إليكم من جديد في شرح على كيفية إدخال اللغة العربية على فيفا 2021. نبدأ في الشرح دون الإطالة. أول شيء تحملون الرابط، تجدونه في صندوق الوصف، كما نقول إحنا الباتش الخاص باللعبة. انتظروا دقيقة فقط، أمامكم تظهر معكم بملف مضغوط التعليق العربي، ونحن نفتح ذلك التعليق العربي وتظهر معنا فيه ملفات داتا وفيفا سطح. نذهب إلى الملف الثاني اللي هو ندخل هنا نلقاوها فيفا فانتايا. كاين اللي عندهم لغة عربية وكاين اللي ما عندهمش. درك حنايا باه ما نخلصروش الفيفا تاعنا، نحكموا هذا الملف تاع اللي ندخلوا به الفيفا، نديروا له اجوتي ومرار ولا كومبريسين وفي بلاصه انا نخليوه باه اون كتكون كاينه مشاكل ما تروحلناش. ثاني حاجه اللي هي نروحوا درك نكرازيو الباتش اللي عندنا، نبداو بالفيفا هذه نحملوها. نهبطوا هكا برك خاوتي تتبعوني سهله، خلاص نديروا هكا ونروحوا نبعثوا الفيفا لهنا، فيفا سطاف هذا الدوسي الاول. هاك جينا كرازي، فيفا سطاف ايو تعاود الدفوة دي، علاه تعاود الدفوة في رايكم؟ لان الفيفا نرجعها برك سامحوني، خطأ اللي درناه برك بقى ما تطيحوش فيه انتم. شوفوا هنا الفيفا كيف مكتوبة، ماجي سكير ماجي سكير، نفس المشكلة. وين المشكلة مع نادي يوم؟ عدنا لكم من جديد، اعتذر فقط لكاين مشكلة صغيرة في الملفات. كما قلت لكم خاوتي عندكم هذا الملف تاع التعليق العربي تلقى فيه زوج دوسيات داتا وفيفا، نهزوا هذا الداتا كيما راه كامل كوبي ولا ديروا لقطه وتكوليوه هنا. انا صايك وليتي يخرج لكم هكا تكرازيوه كشغل عادي، تعملوا له ضغط. نزيدوا نعاودوا نروحوا ندخلوا للملف الثاني اللي هو داتا، نهزوا الملفات هذه كوبي هكذا بهذه ولا بهذه، وتروح لهنا للداتا هذا تكوليوهم هنا، تجيكم ايضا اكرازي. نزيدوا نرجعوا من جديد، نعاودو ندخلو للسيستم تروندو، نهزو لي فيشي هادو وحدهم خاوتي، نديرو كوبي، نعاودو نهزو خطاكها فيها من عرب اس اس، راكم تشوفو فيها اس اي معناها سعودية، ولا عرب اس اي واحدة خلا، ونروحو نزيدو نعاودو ندخل السيستم هذا تروندو، نعاودو نكوليهم هنا، راك معايا تابع سهلة خلاص، نزيدو ونعاودو من جديد، نروحو نهزو الملف اللي ما يعرفش يكونتاكتيني في باج فيسبوك تلقاوها في اسفل الفيديو، نروحو ندخلو لهنا لهذا الملف. وندخل لهنا من هذه الجهه الاخرى، ندخل الملف هذا تظهر معك ملفات كثيره، نعاود نكوبيو هذه الملفات كوبي هكذا ونروح نكوليهم هنا، لا تخرج كشغل الكرازي كومبلي، معناتها نضغطوا الملفات من ومن، وفي الاخير نخرج من هذا الملف تسمى كملنا هنا الخدمه تاعنا. نرجعوا هكذا من الاول، نرجعوا نروحوا لهنا. دركا عندكم برنامج اخر اللي هو هذا البرنامج، نشوفوا مع بعضنا هذا البرنامج هنا هاكس اديتور نيو هذا لازم تثبتوه، تلقاو الرابط تاعو تاعنا اسفل الفيديو، نبداو نخدموا به. شوفوا ما كي تثبتوا هذاك اللوجيسيال وكلش خاوتي، تروحوا لهنا الفيفا 21 خدرناها كرازي بها ما تفزدلناش، ونروحوا نديروا هكذا تخرج لنا اديت ويز اتش دي دي هاكس اديتور نيو، نكليكيو عليه، هذا لازم تضغطوا هذه باهنا نقدروا نبداو نخدموا الخدمه تاعنا. نروحوا دركا لهنا الايديت ونروحوا نحبسوا هذا الفوتو هذه النو اون كا، يقول لكم خاوتي طلعوا الميزاجور دخلت البروغرام هذا طلعوها عادي باش ما تقدروا تخدموا. قلنا تركزوا على الايديت وتروحوا الفايند، من الفايند تكتبوا هنايا او ان معناها اونجلي، من بعديك تيري هذيك التلويت، من بعديك تكتبوا يو اس اي ماجيسكيل تاع الامريكان وديروا فايند، نكبروا هكا تخرج لنا امامكم، خرجت لنا لهنا. انتم فوق ذلك فوق هذه الكتيبه نكليكي وتلقاوها هنايا بلغه خلاف جيست فوق منها بعد هاي اونجلي اس اي، هذه تلقاوها بور بي ار، تكليكي وتكتبوا ا ار ا، ومن بعد هيك ديروا اس ا معناها السعوديه، وتروحوا تخرجوا لوطوني تخرجوا تجيكم تقول لكم وي اعملوا وي سكانيوها عادي،
ومن بعديك نروح نجربوا مع بعضنا الفيفا تاعنا اسكو ولا تلنا عربيه ولا لا. هاد التطبيق درك برك وانت تما جربته خاوتي بربي ان شاء الله انتم تانا تصلح لكم. ما صلحتلوش يجي كونتاكتيني برك في تعليقات اليوتيوب ولا في باج فيسبوك. انتظروا قليلا سوف تدخل. الان نعملوا التشغيل شغل اللعبه وبفضل الطيب تكون اشتغلت معنا اللعبه. عبالي بكم كامل شخصي وعطيب انا شكون هو اللي كان به محمد في رجل الخفاء اللي عاوننا به صلحنا هذا الطريق. هي شوي صعيبه صح بس بربي ان شاء الله ما كانش حاجه تصعب معنا. هاي امامكم خاوتي الحمد لله اللغه العربيه ناجحه 100%. درك تقدروا من هنا تقدروا واش بها مش حابه تدخل علاش ندخلوا هكا برك. المهم هاي امامكم لعبه ولات مرخصه منتج مرخص رسميا من فيفا. هذه لعبه راها اونلاين باه ما تقولوش كي شغل اوفلاين. هذه مشريه عادي بلاكلي تاعنا. درك هم يعطيوها لك تعود حاجه اوريجينال تعطيها لك فيفا باللغه الرسميه تاعهم انجليزيه ولا روسيه ولا طليانيه ولا فرنسيه تسمى اللغات الاوروبيه تاع العالم. بصح كي تعود نتايا شغل تيشارجي هذاك الملف وتقلبها لعبه معربه عادي وتمشي وما كانش فيها حتى اشكال. كاش ما استفسارات اخرى حول اللعبه خليوا لي خاوتي تعليقاتكم هنا في اسفل الفيديو وما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.